من حما ينضم الينا الناشط الاعلامي محمود الحموي. محمود، مرحبا بك. مرحبتين. محمود، كيف تبدو الصوره في حما من على الصعيدين الميداني والانساني؟ اخي الكريم، في الحقيقه دعنا نبدا من الريف الشمالي. يعني اليوم يوم عصيب مر علينا في ريف حما الشمالي منذ ساعات الصباح الاولى وحتى وقت الظهيره. لم تهدأ حواجز النظام وهي تقصف بالمدفعيه الثقيله وبراجمات الصواريخ وبقذائف الهاون معظم المناطق المحرره. طال القصف كلا من مدينه اللطامنه ومدينه كفر زيتا وكذلك قرى حصرايا والزكاه وتل الصخر. طبعا القصف كان من حواجز من المعسكر الروسي الواقع جنوب مدينه حلفايه وكذلك من حواجز الشيخ حديد وبريديج ومدينه صوران وكذلك الزلاقيات والمصاصنه. هناك قذائف كانت من المعسكر الروسي بفوسفوريه بالفوسفور الابيض قصفت فيها مدينه كفر زيت مما ادى الى اندلاع حرائق في الاراضي الزراعيه والمحاصيل الزراعيه. كذلك اندلعت حرائق في الاراضي الزراعيه لمدينه اللطامنه من جراء القصف بالمدفعيه الثقيله وارتقى شهيد حيث كان يعمل في أرضه من جراء القصف المدفعي من حواجز النظام. طبعا هذا القصف المدفعي والقصف الصاروخي أكثر من 500 قذيفة مدفعية وصاروخية كانت على هذه المناطق المحررة. كما قصف الطيران الحربي التابع للنظام مدينة كفر زيتا وكذلك قرية الزكاة. أما طيران العدوان الروسي أكثر من 20 غارة جوية اليوم شنها على معظم المناطق المحررة. طال القصف تركز على أطراف مدينة كفر زيتا وكذلك على قرية الأربعين وعلى قرية حصرايا وعلى محيط تل الصخر. الحقيقة هذا القصف الصاروخي كان بصواريخ فراغية وكان بصواريخ ارتجاجية، يعني عدة صواريخ قصفتها الطائرات الحربية الروسية على ريف حماة الشمالي المحرر. أما بالنسبة لريف الجنوبي كان هناك قصف بالبراميل المتفجرة من الطائرات المروحية على وادي الجيسية وعلى أبريغيد. لن تردنا أنباء عن إصابات في تلك المنطقة وكان هناك قصف مدفعي أيضا من الحواجز التابعة لميليشيات النظام. نعم محمود، في ظل كل ما تحدثت به من قصف واستهداف، هل هناك ضحايا جراء هذا الاستهداف؟ في الحقيقة أخي الكريم القصف متواصل، يعني لم نتحدث أنا تحدثت عن الساعات الماضية، أما خلال ساعات الليل كان هناك قصف وطبعا هناك جرحى وهناك إصابات. في على سبيل المثال في مدينة اللطامنة كان طفلين يعني أصيبا وكانت إصابتهما بالغة، يعني بالأوعية إصابتهم وعائية، تم إسعافهم ونقلهم إلى المناطق الشمالية. كذلك الأمر يعني في المناطق القريبة منها، يعني القصف هذا القصف المتواصل وعندما يتركز على الأراضي الزراعية ويطال المزارعين في أراضيهم تكون هناك إصابات، يعني بشكل تقريبا لم يكن بشكل يوم، هناك بشكل متفاوت يعني من يوم إلى آخر هناك إصابات بسبب هذا القصف. ولكن ما شهدناه اليوم في الحقيقة في ريف حماة الشمالي، يعني الأيام الماضية كنا نعد يعني من إلى قرابة 50 قذيفة 60 قذيفة، قد يجوز تصل إلى 100 قذيفة. يعني أما في ما شهدناه اليوم أكثر من 500 قذيفة يعني على هذه المناطق المحررة، يعني منها حتى قرية الأربعين ربما لم نذكرها أيضا تعرضت إلى قصف من المدفعية الثقيلة وبراجمات الصواريخ. ولكن في الحقيقة عند هذا القصف الجنوني ويكون في ساعات محدودة، يعني المزارعون مثلا يتحصنون وربما البعض يغادر، وهذه المناطق في الحقيقة تشهد نزوح كبير، يعني معظم أهلها نزحوا عنها من جراء القصف المتواصل عليها، خصوصا مدينة اللطامنة ومدينة كفر زيتا وقرية الزكاة وحصرايا. نزوح ربما يفوق 75%، في بعض المناطق ربما يفوق 90% أيضا من جراء القصف المتواصل. والذين يعني عالقون تحت القصف يعني يتحصنون في أقبية، يتحصنون يعني هذه القذائف الحقيقة، يعني الأقبية تقي من هذه القذائف، ولكن هو الذي يخيف هو طيران العدوان الروسي. في الحقيقة لم نشهد اليوم قصف في داخل المدن، ولكن شهدناه على الأطراف وعلى الأراضي الزراعية وتحديدا لمدينة كفر زيتا. نعم محمود، يعني بالانتقال إلى إدلب، هناك حديث عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا، يعني هل لديك أي معلومات إضافية بهذا الخصوص؟ أخي الكريم، في الحقيقة المعلومات الإضافية التي لدينا يعني هي ما نشهده على الأرض، يعني بالفعل تم وقف إطلاق النار. يعني كنا سنسمع أصوات إطلاق النار، هناك اشتباكات متقطعة، هناك اشتباكات أحيانا تكون عنيفة، ولكن في اليوم لم يعني تصلنا أي أنباء عن أي اشتباكات أو قذائف أو اعتقالات أو، فالأمور بالفعل يعني تم وقف إطلاق النار. يعني على الأقل حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها لم نشهد أي خروقات من الطرفين، يعني تم وقف إطلاق النار بالفعل حتى تاريخ هذه اللحظة على الأقل. نعم محمود، يعني هناك حديث عن خروج مظاهرات في محافظة إدلب، ما طبيعة هذه المظاهرات ويعني ما مطالبها؟
إن كان لديك أخي معلومات طبعا. الكريم، أخي الكريم، معظم المظاهرات التي تخرج بريف إدلب وفي أي مناطق، وغالبا ما تخرج بالفعل كما ذكرت بريف إدلب، يعني تطالب تحييد المدن عن الاقتتال. يعني عندما يكون هناك اقتتال بين فصائل متناحرة على مدينة أو على معبر أو على طريق أو على موقع استراتيجي يهم هذا الفصيل، يتم التقاتل أو الاقتتال عليه، فالمدن المدنيين يعني يريدون تحييد مدنهم القتال وقراهم، يعني كل المدنيين في ريف إدلب سواء كان أو في ريف حما الشمالي. ولكن ربما في ريف إدلب تشهدون مظاهرات بسبب وجود يعني مدنيين، وجود الناس في أماكنهم في بيوتهم في منازلهم، أما نزوح، أما ريف حما الشمالي يشهد نزوح كبير، فيخرجون بمظاهرات يعني يريدون تحييد مدنهم عن القتال، إبعاد كل الفصائل، يعني لا يريدون أحد يقتل، لا يريدون أحد، لا يريدون تكون المدينة يعني أو القرية عرضة للقصف بسبب الاقتتال أو دخول الفصائل إليه وتكون عرضة للقصف لطيران النظام او لطيران العدوان الروسي او لطيران التحالف. فلذلك لا يريدون تدخل الفصائل في شؤونهم الداخليه، وهناك مغافر وهناك مجالس محليه تدير هذه القرى والبلدات وبغنى عن الفصائل، وخصوصا التي تتقاتل في داخل المدن او على اطراف المدن. نعم، الناشط الاعلامي محمود الحموي، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من حماه.